أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قلنا إن ذلك يدل على أنه أخبر من الله بما أحدثه قومه من بعده. إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فكأن موسى إنما جاء حين الرجوع غضبان أسفا فلم يجئ الغضب والأسف بعد أن عرف حالهم، لأن الله أعلمه بما كان منهم فجاء مصاحبا للغضب وللأسف. وبعد ذلك قلنا إن قول الحق سبحانه وتعالى تصويرا لغضبه ألقى الألواح، والألواح هي ما فيها منهج الله لحركة حياة خلقه، فحين يلقيها معنى ذلك أن ظاهرة الغضب أخذت منه مأخذها، فألقى الألواح التي كان يجب أن يكون حريصا عليها ليصنع ماذا؟ يبقى إلقاء ألواح ثم أخذ برأس أخيه يجره إليه، عمليتين لا يمكن أن يحدث إلا في مظهرية الغضب. الغضب الذي هو عمل نزوعي نشأ عن حزن في مواجيد نفسه. سيدنا موسى لا نقول ألقى الألواح استهانة بها، ولكن ألقاها ليفرغ إلى أخيه الذي استخلفه على قومه من بعده، وبعد ذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه. أخذ برأس أخيه هنا إجمال بالرأس في عمومها، في آية أخرى يقول لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إذن ففي صورة فصل وفي صورة أجمل. صنع موسى ذلك ليسمع العذر من هارون، وإلا هو فهو يعلم أن هارون رسول زيه، فكيف يمكن أن يوافق على هذا؟ ولكنه أراد أن يسمعنا ويسمع الدنيا حجة أخيه بأنه قال أنا لم أقصر، ولكن القوم استضعفوني لأني وحدي وكادوا يقتلونني، يدل على أنه قاومهم مقاومة إلى آخر مجهودات الطاقة في الحياة حتى أنهم كادوا. وبعد ذلك يقول له لا تشمت بي الأعداء، فأثبت عداوة بينه وبينهم، إذن فهو لم يوافقهم على شيء ولكنه قاوم على قدر طاقة البشرية. ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لأنك إن أخذتني هذه المؤاخذة في حالة غضبك ربما ظن أنني كنت معهم في هذه العملية. الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا موقف موسى وموقف أخيه. موقف موسى أنه غضب حتى على أخيه وابن أمه، وموقف هارون بين العلة في أن القوم استضعفوه وكادوا يقتلونه وقد حصل بينه وبينهم العداء، ولا يمكن أن يطلب منه فوق هذا. حينما قال هارون ذلك تنبه موسى إلى أمرين. الأمر الأول أنه كيف يلقي الألواح وفيها المنهج، وكيف يأخذ أخاه هذه الأخذة قبل أن يتبين منه وجه الحق منه. فقال رب اغفر لي إن كان قد بدر مني شيء يخالف منطق الصواب والحق، واغفر لأخي. طب واغفر لأخه إيه؟ يغفر له إيه؟ يغفر له إيه ما دام أخوه صنع ما صنع؟ أم قال لك لأن أخوه كان يجب أن يأخذ في القتال حتى ينالوا منه ولو ما دون القتال جرحا أو خدشا أو إلى آخره.
اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. احنا قلنا حين تسمع أرحم الراحمين وتسمع خير الرازقين وتسمع خير الماكرين وتسمع خير الوارثين وتسمع أحسن الايه الخالقين، كلما جمع فيه جمع هو وصف لله ويوجد فيه وصف مع خلقه. أنت أرحم الراحمين، فكأن الله لم يمنع الرحمة من خلقه على خلقه، فمن رحم أخاه سمي رحيما وراحما، ولكن الله أرحم الراحمين. بمعنى لماذا؟ قال لك لأن الرحمة من كل أحد ضمان لمظهرية الغضب في الأحد. وقال رحمت فلان أي من غضبي عليه وعقوبته، والعقوبة على قدر قوته. لكن الله حين يريد أن يأخذ واحدا بذنب تكون قوته إيه؟ ده قوته لا نهاية لها. يبقى إذن هو رحمته أيضا لا نهاية لها. إن الذين اتخذوا العجل، اتخذوا العجل حين يقال اتخذوا العجل، طب اتخذوا إيه؟ مذبوحا يأكلونه، آلة يديرونها به يدورون بها السواقي. قال لك لا، الاتخاذ العجل هو معمول لكده، يبقى لازم تفهم انهم اتخذوا العجل ايه؟ إلها ومعبودا، اما اتخاذه فيما خلق له فلا غبار عليه. يبقى هنا محذوف متروك لفتنة السامع، ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب. طيب اذا اتخذنا العجل فيما خلق له العجل ينالني غضب؟ ما ينالنيش غضب. إذا سينالهم غضب دل على أنهم اتخذوا العجل في غير ما خلق له. يبقى اتخذوه إلها. إن الذين اتخذوا العجل أي إلها سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. سينالهم غضب، كلمة سينالهم يدل على أن الغضب والذلة أولها لسه ما جاش. سينالهم، ساعة ما نسمع سينالهم ونقول في المستقبل، من المستقبل بتاع الدنيا ايه؟ الاخر. لكن هو قال في مين؟ في الدنيا. طيب كيف يقول سينالهم غضب مع انهم تابوا؟ فيما بعد هيقول لنا ايه؟ توبوا الى بارئكم فاقتلوا ايه؟ وتابوا الى بارئهم وقتلوا انفسهم، يبقى الغضب ليه؟ قال لا، انما الذي نالهم من الغضب هو ما ألجأهم إلى أن يقال لهم اقتلوا أنفسكم. يبقى سينالهم غضب أي قبل أن إيه؟ أن يتوبوا. الغضب مظهريته إيه؟ اقتلوا أنفسكم. واحد يقول لك اقتل نفسك، ده منتهى الإيه؟ منتهى الذلة ومنتهى الإيه؟ الإهانة. فلما حصل لهم ذلك غفر لهم. سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يعني دي أمر ليس بخاصية لهم، ولكن كل مفتر يتجاوز حده فوق ما شرعه الله لا بد أن ينال هذا الجزاء. ليه؟ لأن ربنا لما يكون لنا عنهم يبقى كله بيحكي لنا تاريخهم، ولكن الله يريد من سرد القصة أن يعتبر السامع للقصة في نفسه، واعتبار السامع للقصة في نفسه لا يتأتى إلا بأن يقول له وكذلك نجزي الإيه؟ يعني احذر أن تكون مثل هؤلاء فينالك ما نال هؤلاء، وإلا لو ما نبهنيش أنا لأنتفع من هذه العبرة وهذه اللقطة يبقى معناه إنه بيقول لي تاريخه مع الناس دول، والتاريخ مسعود لأخذ الإيه؟ لأخذ العبرة والعظة ليتعظ بها مين؟ ليتعظ بها السامع. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وده اللي حدث بعد ما اتخذوا العجل وقال لهم توبوا إلى بارئكم وآمنوا كده، يبقى غفر لهم ولا لأ؟ فإذا كان الحق قد قص علينا مظهرية جباريته فإنه أيضا لم يشأ أن يدعنا في مظهرية الجبارية إلا أن يدخلنا في حنان الرحمانية.
الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم تابوا أم قال لك يتابوا يعني إيه؟ ندموا على ما فعلوا وأصروا على أن لا يعود. وإحنا قلنا زمان إن التوبة لها مظهريات ثلاثة. التوبة لها مظهرية التشريع أولا، ولها مظهرية الفعل من التائب ثانية، ولها قبولية التوبة من التائب ثالثة. يبقى لها كم حالة؟ فمشروعية التوبة نفسها فيها رحمة، وإلا لو ما كانش ربنا شرع التوبة في ذاتها كان يتعب خلقه ولا ما يتعبهمش؟ يتعب خلقه ليه؟ أم قال لك لأن اللي عمل سيئة ولا ربنا ما يشرعش له التوبة يستشري في عمل السيئات، ويبقى زي ما قلنا زمان يبقى فائد بقى ما عادش ايه. لكن لما ربنا يشرع له التوبة يقول له انت عملت دي كف عليها لان هتوب عليك، يعني ما تعملش ايه حاجة تانية. يبقى رحمة بمين؟ بالمذنب وبالمجتمع الذي فيه المذنب. وبعد ذلك يتوب العبد، ثم يكون هناك مظهرية أخرى للحق وهو أن يقبل توبته. يبقى التوبة لها تشريع من الله وذلك رحمة، خلاص، وفعل من العبد بأن يتوب وذلك هو الاستجابة، وقبول من الله وتلك هي قمة الرجوع إليه. قول الحق إن الذين عملوا السيئات ثم تابوا من والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا يدل على أن عمل السيئة خدش الإيمان، فيقول له جدد إيمانا جديدا واستحضر ربك استحضارا استقباليا. ليه؟ أم قال لك لأن عملك السيئة غفلت عن الحق في ذاته، فلما تيجي تتوب وتعمل يبقى إيه؟ جدد ايه ايمانك. ثم تابوا من بعدها وامن ان ربك من بعدها لغفور ايه لغفور رحيم. واذا كان الحق قد قال الذنب ذنب العبد، وذنب العبد فيما خالف منهج ربه فافعل ولا تفعل، فقال الذنب اذنب في انه جانب منهجي واستغفرني وتاب فأنا قبلت توبته. إذا كنت أنا غفور رحيم إياكم يا خلقي أن تذكروا مذنبا بذنبه بعد أن يتوب، لأن صاحب الشأن غفر، وما دام صاحب الشأن غفر إياك أن تقول له يا سارق، إياك أن تقول له يا زاني، إياك أن تقول له يا مرتشي، ما دام قد جدد توبته وآمن والله صاحبها في انه غفر، ما تبقاش طفيلي انت وتعمل ايه وتنكش لمين عملية الذنب من جديد. ولما سكت عن موسى الغضب، ما شاء الله، سكت عن موسى الغضب، هو الغضب يعني له سكوت؟ هو الغضب ده انسان كده سكت؟ ام قال لك ايه، لان الغضب هيجان النفس لتعمل عملا نزوعيا امام من اذنب، فكأن الغضب بيوحى يقول له اضرب اشتم اقتل. الله، كأن الغضب صورة ايه؟ صورة شخص له اوامر، الاوامر دي تعمل ايه؟ تقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. فشبه الله الغضب بصورة انسان يلح على موسى في أن يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. فلما قال الله ذلك كأن الغضب سكت عنه، كأن الغضب إيه سكت عنه. بعد ما يقول غفور رحيم يوم الغضب يتدخل بقى، ده غفور رحيم خلاص انتهت المسألة. ولما سكت عن موسى الغضب، أو هو كما قال إخواننا العلماء من القلب في اللغة، القلب يعني إيه؟ إنه يقلب الحاجة اتكالا على فتنة السامية انه سيرد كل شيء الى اصله، كما نسمع في اللغة خرق الثوب المسمار. طب بالله مين اللي خرق التاني؟ الثوب هو اللي خرق المسمار ولا المسمار خرق الايه؟ ام قال لك ده اسمه الايه؟ اسمه القلب.
القلب انه يجيب الحاجه مقلوبه مقلوبه علشان فطنه السامع هي ايه، او ان المسمار المستقر في مكانه التوب هو اللي طرق عليه. التوب المسمار قاعد في حاله في البتاعة دي، التوب بتاعك هو اللي طرق عليه فانخرق. يبقى العملية من مين؟ فكأن التوب هو الفاعلية الحقيقية من ايه؟ منه. ولما سكت عن موسى الغضب، او تاخد سكت كناية عن انه زال وانتهى زي بعضه. ولما سكت عن موسى الغضب اول حاجة عملها ساعة ما كان غضبان اسف ايه؟ ألقى الألواح. أول ما راح الغضب أخذ الألواح، يبقى كلام منطقي ولا مش منطقي؟ بكى الغضب خلاه إيه؟ ألقى. يبقى لما زكت الغضب يعمل إيه؟ ياخذ الألواح، أمر منطقي. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. طب هو أخذ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه، أم قال لك ما هي مسألة رأس أخيه؟ كونه طلب من الله ان يغفر له وان يغفر لاخيه تبقى المساله ايه؟ انتهي. انما لسه بقيت الالواح اللي محطوطه دي يعمل فيها ايه؟ قال لك اخذ الايه؟ اخذ الالواح. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح. وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون. في نسختها احنا بنسمي ايه؟ نكات النسخه من الكتاب. نسخة يعني ايه؟ النسخة هي الشيء المنسوخ. منسوخ يعني ايه؟ يعني منقول من مكان الى، تقول انا نسخت الكتاب الفلاني من الكتاب الفلاني، كتاب مخطوط وبعدين نقلناه بقى طبع، يقول ايه؟ عملت ايه؟ نسخت الكتاب يعني خدته، يبقى نقلته من الاصل الى مين؟ يبقى اسمه منسوخ ولا لا؟ ام قال لك كلمة فعلة دي تأتي بمعنى ايه؟ بمعنى المفعولية. تبقى نسخة يعني ايه؟ منسوخة. وقال لك ما هي في القرآن حاجات زي دي كتير. لك الحق سبحانه وتعالى قال ان الله مبتليكم بايه؟ بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده. غرفة يعني ايه؟ يعني مغروفة. غرفة يعني ايه؟ شوية مية مغروفين كده من الايه؟ من مش عيب يعني؟ قال لا يا دوب خد على قد ما بس تجري ريقك كده. يبقى غرفة هي بمعنى ايه؟ بمعنى مغروف. والغرفة ايضا في البيوت، لانها حاجة مقتطعة وعامل لها جدران لوحدها وحتة لوحدها، تبقى اسمها غرفة مغروفة من المكان في حيز ايه؟ في حيز مخصوص. وفي نسختها اي في منسوخها هدى ورحمة. هدى احنا قلنا الهدى هو المنهج الموصل للغاية. طيب المنهج الموصل للغاية، المنهج في فعل ولا تفعل، وموصل للغاية اي غاية يوصل اليه؟ وعشان يوصله لثواب الايه؟ لثواب الاخرة. يبقى اذا الهدى والرحمة شيء بس من طرفين. الهدى هو المنهج، منهج عشان يعمل له ايه؟ ايه نتبعه عشان ايه؟ يرحمه. هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال لك طب ما دام كان هدى ورحمة يبقى كل اللي سمعوا يعمل ايه؟ يبقى يهتدي وربنا يرحمه. لا، لمن جعل الله في باله وجعل صفات الجبارية في الحق تخوفه. يوم هو ده يبقى هدى لمين؟ يبقى إذن لابد أن يستحضر الإنسان أو المؤمن رهبته لربه عشان المنهج يعمل يبقى هدى وإيه؟ هدى ورحمة له. طب للذين ربهم يرهبون أو يرهبون ربهم، أم قال لك ساعة ما تشوف المفعول تقدم افهم إن دي اختصاص. اختصاص يعني إيه؟ لما الحق سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب قال إيه؟ إياك نعبد. ما الفرق بين إياك نعبد ونعبدك؟ أم قال لك نعبدك لا تمنع من العطف عليها، يمكن نعبدك ونعبد الشركاء وإياك مش كده؟ إنما إياك نعبد خصصنا العبادة بك فلا تتعدى إلى غيرك. يبقى إذا لما حين يقدم المفعول يبقى عمل إيه؟
اختصاص. أكرمتك لا مانع تقول وأكرمت زيدا وأكرمت عمرا، إنما إياك أكرمت. يبقى أنا ما أكرمتش إلا مين؟ إلا أنت. طيب على وكان يقول لي والذين هم ربهم يرهبون، وكنت عايز التخصيص دي، إنما كلمة لربهم يرهبون. أم قال لك لأن الرهبة قد تأخذ ظاهرا في أنه ممتثل لأمر الله، ولكن من الجائز أنه عملها رياء ولا سمعة، ولا أنه عشان الناس يقولوا يا سلام ده عافي، وأنه هو مش عارف قدر فعفى، والناس يقعدوا يثنوا عليه. أو واحد ضرب واحد قلم، كان من الممكن أن من ضرب القلم يعمل إيه؟ يضرب الثاني قلم. واحد يقول لكن من صبر وغفر، ربنا قال ولا من صبر وغفر إن ذلك، يبقى ده رهب مين؟ رهب ربه. إنما واحد قال الله أنا انضربت ألم ما يجي أخوه الكبير اللي أقوى مني يضربني دل ولا يفطسني، يبقى مش لربهم بقى. يبقى أراد التخصيص التخصيص من نواحي متعددة، بأنه لا يرهب غيره، وأن الرهبة خالصة لمين؟ فليست رياء ولا سمعة ولا لقصد الثناء ولا لقصد احترام أهل الذين لم أوذي لهم ابن ولدا، إن لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا. كلمة اختار تدل على أن ذلك في الفعل الاختياري الذي يرجح العقل فيه فعلا على عدم فعل، وإلا فالأمر اللي مليش فيه اختيار، واختار يعني طلب الخير والخيار، أحسن حاجة اخترت يعني طلبت الايه؟ الخير والخيار. طب معنى طلبت الخير والخيار، كان في مكنتك أن تأخذ غيره، يبقى إذن لا تتأتى إلا في الأمور الايه؟ الاختيار اللي هي مناط التكليف. كما قلنا اللسان خاضع لإرادة صاحبه، فخضع للمؤمن حين قال لا إله إلا الله، وخضع للملحد حين قال لعنه الله لا وجود لله، لا في دي عصي ولا في دي ايه. يبقى ما الذي رجح أمرا على أمر؟ رجح عند المؤمن أن يقول لا إله إلا الله، ورجح عند الملحد أن يقول ما يناقض ذلك ولا لا. يبقى إذن ده إيه؟ من الإيه؟ اختيار. اختار موسى قومه، إحنا نقول اختار من قومه 70 رجلا، هذا هو التعبير الشائع، اختار من قومه 70 إيه؟ إحنا اللي درسوا بقى اللغة يقول لك إن فيه حدث وفيه فاعل للحدث، اللي بنسميه احنا ايه في اللغة؟ فاعل. خلاص؟ قال كتب زيد، يبقى زيد هو اللي عمل الايه؟ الكتابة. طب الكتابة وقعت على ايه؟ الكتابة وقعت من زيد على ايه؟ كتب زيد الدرس، يبقى الدرس وقعت عليه الايه؟ يبقى بنسميه مفعول به، يعني ان الحدث وقع من فاعله على مفعول به بنسميه ايه؟ ومرة بنسمي مفعول له، قمت لوالدي إجلالا، من الذي قام؟ أنت. الإجلال دي هل وقع عليها الفعل ولا هي التي كانت سببا في إيقاع الفعل؟ فبنسميه مفعول لإيه؟ لأجله. صمت يوم كذا مفعول فيه، لأن برضو الفاعل فعل الفعل، مرة يقع على كذا يبقى مفعول، مرة يقع لأجل كذا يبقى مفعول لإيه؟ لأجله، ومرة يقع في يوم كذا العصر ولا الظهر يبقى مفعول في إيه؟ ومرة يبقى مفعول بيسموه مفعول معه، برضه بيسموه إيه؟ مفعول. يقول سرت والنيل، يعني إيه سرت والنيل؟ والنيل، أنا مشيت كده زي النيل ما هو ماشي، سرت مع الإيه؟ مع النيل، كل ما أمشي ألاقي نيل، كل ما أكن النيل إيه؟ لكن مين ماشي وياه وانا ماشي ويا مين؟ اسمه مفعول ايه معه؟ ثم اذا انت بتقول مفعول به ومفعول له ومفعول فيه وهو الظرف، وايه قلنا تاني مفعول ايه؟ ومفعول معه. طب ولماذا تقول فيه مفعول منه؟ ويبقى واختار موسى قومه مفعول ايه؟
منه، لأن الاختيار وقع من مين؟ موسى. من القوم، اخترت من القوم، يبقى الفعل المفعول جه من مين؟ من القوم دي. أو تقول إن اختار موسى قومه، وبعد ذلك كما تقول أكلت الرغيف، ثم تستدرك فتقول نصفه، ثلثه، ربعه، يبقى بدل بعض. اختار موسى قومه، قل له لا، هو ما اختارهمش كلهم، انما اختار ايه؟ اختار منهم. يبقى او عطف ايه؟ او بيان. واختار موسى ايه؟ قومه. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. قالوا في علة 70 ان هو عنده اسباط، فخد من كل ايه؟ سبت شوية علشان ايه؟ يبقى كل الاسباط ايه؟ ممثلين. لميقاتنا. واختار موسى قومه، اي اختار موسى من قومه 70 رجلا لميقاتنا. كلمة ميقات مرت قبل كده، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يبقى كلمة ميقات مرت ومرت هنا تاني مرة. هل الميقات هذا هو الميقات الاول؟ طب الميقات الاول كان لايه؟ لكلام الله، خلاص. والميقات الثاني قال لك ده للاعتذار عن عبدة الايه؟ عن عبدة الايه؟ العجل. ولما جاء موسى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما اخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم. طب الرجفة اخذتهم ليه؟ ليه اخذتهم؟ لانهم حينما لم يقاوموا اللي عبدوا العجل، ربنا حب ايه؟ يديلهم ايه؟ زي ما احنا نسمي ايه؟ بس زغزغه كده. اخذتهم الرجفه، والرجفه هي الايه؟ هي الزلزله الشديده التي تهز المرجوف من الراجف. قال موسى حينما اخذتهم، قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل، انا جبتهم من قومهم، ودلوقتي فاهمين قومهم فاهمين ايه؟ ان السبعين وياي وانا جاي، ان اهلكتهم كده يبقى انا يمكن يفهموا ان انا جبتهم ليه؟ ليموتوا. فلو كنت مميتهم كنت امتهم ايه؟ من قبل هذه المساله. لو شئت اهلكتهم من قبل واياي وانا معهم كمان، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ انت ارحم من ان تهلكنا بما فعل ايه؟ السفهاء منا. وما دام انت ارحم من ان تهلكنا بما فعل السفهاء منا، يدل على ان العمليه عمليه ايه؟ عمليه فعل. والفعل هو عباده مين؟ العجل. فلو ان ذا الميقات الاول ما كانش فيه فعل، ما عملوش حاجه في الميقات الاول، ده كل ما فيها ان الله حينما كلم موسى قال ما دام هو كلمه يبقى نقدر نقول نوريه لنا ربنا ولا لا؟ فيبقى ايه؟ قالوا ارنا الله. يبقى القول هنا بقى هنا مين؟ في الميقات ده فعل، انما هناك قول. يبقى ما دام قال اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يبقى ما فعل في الميقات ايه؟ فعل. واحنا قلنا زمان ان كل حدث يحدث من جوارح الانسان نسميه ايه؟ عمل. بس العمل اقسام، قسم هو القول ومقابله الفعل. يبقى مقابل القول ايه؟ الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون، يبقى فيه قول يجمعهم ايه؟ عمل. يبقى القول عمل اللسان والفعل عمل الجوارح غير اللسان. الله، كأن كل الجوارح نسميه ايه؟ فعل. واللسان لوحده ايه؟ واخد الايه؟ واخد القول. اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك. يعني ايه فتنتك؟ احنا قلنا الفتنه هي الاختبار، والاختبار ده مذموم في ذاته ولا مذموم بالنسبه لسوء نتيجته؟ ايقال في اي امتحان انه مذموم؟ لا، هو هيبقى مذموم عند مين؟ عند اللي يسقط، انما اللي ينجح يبقى مذموم عنده.
يبقى إذن ما معنى الفتنة؟ الفتنة الابتلاء والاختبار. الاختبار ده إنما يصنعه الإنسان الجاهل بما تصير إليه الأمور، ولكن أيكون ذلك بالنسبة لله؟ بقى ربنا عملها فتنة عشان يختبره ويشوف هيعملوا إيه؟ طب هو عارف اللي هيعملوه. قال لك معرفة الله تبقى مش حجة عليهم، إنما الفعل منهم في الواقع هو اللي حجة. الفعل منهم هو اللي إيه؟ إحنا ضربنا المثل وقلنا لما يجي عميد الكلية يقول لي مثلا لأستاذ المادة أنا عايز أشوف مين اللي يطلع ياخد الجايزة اللي جاية لمادة كذا دي، يقول لي والله ما فيش إلا فلان الطالب الفلاني، يقول لي لا يا أخي اعمل اختبار، يبقى ما صدقش كلامه على الأول. ليه؟ قال لك لأنه لو أخذ بكلام الأستاذ يمكن اللي ما ياخدش الجايزة يقول لا ده لو امتحنا كنا هنعمل ايه؟ كنا احنا اللي هناخدها. يبقى قال له بلاش ناخدهم بعلمك وانما ناخدهم بواقعهم هم، فاعمل امتحان عشان ناخدهم بمين؟ بواقعهم. الاخذ بالواقع ولا الاخذ بايهما اعدل؟ الاخذ بالواقع، مش الاخذ منين؟ الاخذ بالعلم. قال له ان هي الا فتنه تكون جعلتهم انه ما دام خلقتهم مختارين وبعدين ابتلتهم بتكليف يصح يطيعهم ويصح ايه؟ وما دام انت اديتهم تكليف يصح يطيعوا يبقى انت اللي اديتهم الاختيار ولا لا؟ وما دام اديتهم الاختيار تبقى خلاص. ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. هو يضل وهذه؟ قال لك اه، لان ما دام خلقك مختارا يبقى اباح ان يكون منك الضلال واباح ان يكون منك ايه؟ يبقى من اللي تسبب في ان يجعل لك ضلالا وهدايه؟ اللي عملك مختار. اللي عملك ايه؟ مختار. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وقد بين من يشاء هدايته ومن يشاء اضلاله، فقال والله لا يهدي القوم الظالمين. الله ما دام لا يهدي القوم الظالمين يبقى مين اللي جاب عدم الهدايه؟ ظلمه. والله لا يهدي القوم الكافر، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى جعل الله للعبد اختيار في ان يختار دي او دي، يبقى ما حدش عمل حاجه قهرا عن الله، لان الله لو لم يخلقك مختارا لما استطعت ان تفعل غير مراده، ولكنه خلقك مختارا. لكن ما دام خلقك مختار ساعه ما تختار الهدايه وتختار الضلال يجي كده مزافا من الله؟ ام انك لا، الذي يظلم الذي يفسق يبقى اهل لان يعينه الله على هدايه؟ يقول لا يا اخوة خليك على كيفك انت، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. الله، انت ولينا والولي هو الذي يليك، ولا يليك الا من قربته بودك له، ولم تقربه الا لحيثيه فيه تعجبك. ايه الحيثيه؟ تقول يا سلام انا اقربه ده ينفعني لما حد يعتدي علي يساعدني، لما اعوز منه غني ومش عارف اعوز منه عالم اخذ منه. الله، اذا الولي يعني معناه الاول ايه؟ القريب. طب قربت منك ليه؟ لان فيه خصلة من الخصال اللي قد ايه؟ تنفعني، ينصرني على مين؟ يعلمني، اذا اعتذرت يديني. كويس اوي. انت ولينا اي ناصرنا، وما دام انت ولينا وناصرنا يبقى انت اقرب شيء الى مين؟ الينا. وما دام اقرب انت شيء الينا يبقى لما نكون احنا عملنا ذنب يبقى انت اولى بان ايه؟ بانك انت تغفر. فاغفر لنا. ونعلم من هذا ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ولذلك ربنا قال ايه؟ فمن ايه؟ زحزح عن النار. انا درء مفسدة النار وادخل. يبقى درء المفسدة الاول مقدم على ايه؟ واحنا شبهنا زمان وقلنا هب انك انت مثلا في تفاح وعايز تمد ايدك تاخدها،
وبعدين التفت لقيت واحد حدفك بطوبة، ماذا تصنع؟ خليك في الحالة الانفعالية دي، تعمل ايه الاول؟ لازم تدفع الطوبة الاول وبعدين تبقى تاخد التفاح. انما تاخد التفاح وتصيب الطوبة يبقى درء المفسدة مقدم على ايه؟ على جلب المصلحة. هنا درء المفسدة قال له اغفر لنا يا رب، اول ما ايه؟ اول حاجة اغفر ايه؟ وبعدين ايه؟ ارحمنا. طب الرحمة دي ام قال لك فيه؟ ولذلك القرآن يقول لك ايه؟ وننزل من القرآن ما هو ايه؟ شفاء ورحمة. ام قال لك الشفاء يقع داء، وبعدين القرآن لما تروح لمنهجه يشفيك من هذا الداء. طب والرحمة ان لا يجيء داء بالمرة. ان اعتبرت بقى القرآن وخدته لك نصيب يبقى ما يجيش ايه؟ ما يجيش داء. اغفر لنا وارحمنا وانت خير الايه؟ خير الغافرين ولا الراحمين؟ اغفر لنا وانت خير الغافرين. الخير زي ما قال برضو خير الرازقين وخير الماكرين وخير الوارثين. الخير مين؟ لان المغفرة قد تكون من الانسان ومقابله الانسان، لكن ربنا بيقول المغفرة بتاعتي فوق مغفرة الخلق. ليه؟ لانني خير الغافرين. ليه؟ السبب ايه؟ ام قال لك لان الغافر زي ما قلنا قد يغفر رياء، قد يغفر سمعة، قد يغفر لانه خاف البطش الايه؟ المقابل. لكن انا ما بخافش من حد، ابقى انا خير الغافرين من غير ثمن يعني. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. يبقى كان طلب له الاول ايه؟ اغفر لنا، ادي درء المفسدة، وبعدين ايه؟ ارحمنا. طب انت خير الغافرين عادت لمين؟ لفغفر ايه؟ وارحمنا. عايزين احنا عندنا طلب الايه؟ اغفر لنا، ادي واحدة، وبعدين الرحمة. قلنا اغفر لنا دي درء مفسدة، وارحمنا قلب ايه؟ قلب منفع. طب خير الغافرين دي عايدة لمين؟ اغفر لنا، يبقى باقي ايه؟ الرحمة. قال واكتب لنا في هذه الدنيا ايه؟ ولذلك تجد ان اغفر لنا وارحمنا المغفرة الاول، والرحمة جت ايه؟ التاني. خير الغافرين عادت لمين؟ نغفر لنا، واكتب لنا في الحسنة، عايدة على ايه؟ يبقى عايدة على الرحمة. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وفي الآخرة يعني ايه؟ يعني برضو حسنة. ما هي الحسنة؟ الحسنة لها معنى لغوي ومعنى شرعي. اما المعنى اللغوي فكل ما يستحسنه الانسان يسمى ايه؟ يسمى حسنة. ولكن الحسنة الشرعية هي ما حسنه الشرع. يبقى الشرع عامل على تصرفاتنا كنترول. انت بتقول الحسنة هو ما استحسنته انت. قد يستحسن الانسان المعصية. نقول له لا، ده استحسان ايه؟ بشري بعيد عن المنهج. انما احنا عايزين الاستحسان هو استحسان الشرعي. طيب اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، اللي هي المراد ايه منها؟ ايه الحسنة الشرعية ولا الحسنة اللغوية؟ ان كانت الشرعية يبقى قال وفي الاخرة، لان حسنة الاخرة هي على مين؟ على الشرعية. يبقى تيجي واحدة ولا يقول وفي الاخرة حسنة؟ ده يقول وفي الاخرة حسنة لو كانت دي غير ايه؟ غير دي. انما اجل كان الحسنه المعتبره في عرف المكلفين من الله هي الحسنه مين؟ الشرعيه. الحسنه الشرعيه. والا فالانسان قد يستحسن شيء وهو مش ايه؟ لانه ينظر الى عاجليه النفع فيه، ما ينظرش الى اجليه النفع، وما ينظرش الى كميه النافع. النفع احنا قلنا في الدنيا على قدر ايه؟ على قدر تصورك في النفع، والنفع في الآخر على قدر تصور مين؟ على قدر تصور الله. يبقى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، المراد بها الحسنة هي؟ طب امال ايه ما دام هو الحسنة الشرعية ما هتبقى بتاعة الدنيا وبتاع الايه؟ بتاعة الدنيا عملا وبتاع الآخرة ايه؟ جزاء. خلاص؟ أم قال لك لا، هو أراد بالحسنة الأولى ما يعم الحسنة الشرعية والحسنة الايه؟
اللغوي اديني عافية مش كده، اديني نعم طيبة. ولذلك احنا قلنا هناك قال لك ان الحق سبحانه وتعالى قال فيها ايه، قال لي للذين امنوا خالصة. خالصة ليه؟ انت تكون خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة، ولكن غيرهم ينتفع بها ولا لا؟ يبقى الغير حين ينتفع برحمة الله، الجماد منتفع برحمة الله، النبات منتفع برحمة الله، الحيوان منتفع برحمة الله، الكافر منتفع برحمة الله. الرحمة اللي بقى التي وسعت كل شيء، الرحمة اللي وسعت ايه كل شيء. لكن مسألة الآخرة كجزاء على الإحسان يبقى دي خاص بمين؟ خاص بالمؤمنين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. احنا قلنا هذا يعني رجع، هدنا إليك أي رجعنا إليك. وده كلام موسى عنه وعن أخيه وعن القوم الذين ايه عبدوا ثم ايه تاب. وما دام رجعنا اليك يا ربي فانت اكرم من ان تردنا ايه، من ان تردنا خائبين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك. قال عذابي اصيب به من اشاء. عذابي اصيب به ايه من اشاء، ما فيش حد يوجهني في توجيه العذاب لاحد. ولما يكون واحد اذنب ذنب مش ده انا اغفر له يا اخي، ما تقولش ان لما يذنب ذنب يبقى لازم ايه يتعذب، لا، انا عذابي اصيب به من ايه من اشاء. ورحمتي وسعت كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء. الله، نعم، الرحمه هي، قال لك الرحمه بتاعت الدنيا وسعت كل شيء، الطائع والعاصي والمؤمن والكافر، ولكنها خالصة زي ما قلنا لمين؟ فسأكتبها. كلمة سأكتبها يدل على ان في زمن ايه؟ يبقى اذا في الاخرة. يبقى اذا الرحمة وسعت كل شيء في امتى؟ في الدنيا. وبعدين قوله فسأكتبها يبقى دليل على ايه؟ على ان هذا في الايه؟ طب وهو سأكتبها ولا كتبها بالفعل وانتهى كل شيء؟ أم قال لك هي انتهت بالنسبة لعنديته، إنما عندنا احنا لسه. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هنا اليهود لما يناقضوهم يقولوا نحن شيء فالتسعنا رحمة الله لأننا ايه شيء، يقول وقد وسعتكم في الدنيا الكلام على الايه على الآخرة فسأكتبها للذين ايه يتقون. نحن متقون، احنا ايه متقون، يقول لهم متقون حينما لم يوجد نبي بعد نبيكم. ولذلك هيجيب لهم يقول لهم ايه الاخر، الذين يتبعون الرسول النبي الامي، الذين يتبعون الرسول النبي الامي. يبقى كم ايه كم حالة؟ حالة الاول انهم قالوا ايه نحن شيء فالرحمة تسعنا. ام قال لك الرحمة تسعكم في الدنيا الكل فيها، ولكن الكلام انها للألس اكتبها لمن اتقى. قالوا ونحن ايه متقون، متقون مين؟ في منهج موسى. ولو كنتم متقين في منهج موساكم لآمنتم بمحمد، لأن من ضمن تعاليم موسى أن تؤمنوا بمحمد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.